بعيري يحذر من فشل مجلس النواب نتيجة تكرار تعذر عقد الجلسات، وتوقع احتمال تعليق نواب الغرب بعضوياتهم. مايتيغ يرحب بزيارة أي ممثلين من الولايات المتحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتأشيرات والهجرة. غرفة عمليات البنيان المرصوص تعثر على 20 صاروخ طيران خلال عملية تمشيط لمناطق جنوب سرت. الثالثة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وهذه نشرة الأخبار، أهلا بكم. حذر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة الثلاثاء من فشل مجلس النواب في قيادة الأوضاع إلى الأفضل نتيجة تكرار تعذر عقد الجلسات، مشيرا إلى احتمالية تعليق نواب الغرب عضوياتهم التحاقا بأعضاء الجنوب. وأضاف بعيرة أنه إذا استمر الحال كما هو عليه فسيؤدي إلى انقسام المجلس الذي أصبح في حالة شلل وفق تعبيره، معتبرا أن الحل السياسي قد يكون هو الأقرب لحال حالة الوضع في البلاد. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب. سيد أبو بكر، أشرت إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسي لوضع حل جذري لما تمر به البلاد، كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الانقسامات السياسية كذلك الجمود السياسي؟ أهلا وسهلا أخي الكريم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. هناك أطراف ثلاثة رئيسية الآن في النزاع الليبي، هذه الأطراف هي المجلس الرئاسي وما يحظى به من دعم دولي، الجيش في شرق ليبيا وما يحظى به أيضا من دعم دولي في الأيام الأخيرة، لعل آخرها من يومين ما صرح به رئيس تشاد وهي دولة مجاورة من أن السيد حفتر ومن معه قد يكونون هم الحل أو ربما جزء من الحل في المشكلة الليبية. ثم البرلمان وهو الطرف الثالث بالرغم من ضعفه وانقسامه وتشتته إلا أنه يفترض أن يكون هو مفتاح الحل أيضا في الأزمة الليبية. هذه الأطراف الثلاثة لابد أن تلتقي، لابد أن تعطي التنازلات لبعضها البعض بحيث يكون الحل سياسي بالدرجة الأولى ثم سياسي عسكري أيضا، بحيث تكون هناك انقسامات وحروب مستقبلية في ليبيا لا قدر الله. نعم. طيب، فيما يخص مجلس النواب كذلك تعليق أعضاء الجنوب إضافة إلى احتمالية التحاق أعضاء الغرب، هنا سؤالي كيف سيؤثر ذلك على العملية السياسية في البلاد وكيف يمكن أن نحل ذلك؟ سوف يؤثر على كل تأكيد، لأن يعني يفترض أن الاتفاق السياسي الذي يتم الوصول إليه، إحنا الاتفاق السياسي السابق أصبح في حكم الماضي ولا يمكن الاعتماد عليه، لابد من الوصول لاتفاق جديد بين هذه الأطراف الثلاثة. عندما يتم الاتصال إلى اتفاق يجب هذا الاتفاق أن يخرج من خلال مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد، وهي السلطة التي أيضا منحها الاتفاق السياسي السابق مدة إضافية لكي تؤدي عملها التشريعي. طيب، في ظل إذا تم هذا الأمر لابد أن يتم إصلاح مجلس النواب بحيث يؤدي دوره كاملا في العملية السياسية. نعم. طيب، مجلس النواب حاليا لم يعقد جلسة كاملة النصاب للنظر في لجنة الحوار الخاصة ببعض تعديلات الاتفاق السياسي، هنا كيف يمكن لمجلس النواب أن يتخذ ذلك في عين الاعتبار من أجل الخروج من هذه الأزمة؟ نعم، مجلس النواب يعاني بإشكاليات كما ذكرت سابقا، في إشكاليات لابد أن يتم العمل على حلها، لابد من إصلاح الخلل الموجود بين الرئاسة والأعضاء، لابد من إصلاح الخلل الموجود بين الرئاسة في بين بعضها البعض، هم ثلاثة الرئيس ونائبيه، لا اتفاق بينهم على أي شيء وبينهم خلافات، لابد من إصلاح الوضع في البرلمان بهذا الشكل بأي طريقة من الطرق، وإلا يصبح البرلمان في حالة شلل كما قلت سابقا، وهنا تصبح العملية السياسية ناقصة. طيب، هنا كيف يمكن إصلاح البرلمان سيد أبو بكر؟ الكثير من الأعضاء الآن يطالبون مثلا بتغيير رئاسة البرلمان الحالية، الرؤساء الرئيس ونائباه يتم تغييره، وهم طبعا قضوا الآن ما يزيد عن السنتين وأعتقد أنها مدة كافية. أحد الخلل في أوجه الخلل في النظام الداخلي لمجلس النواب أنه لم يحدد أي مدة للرئاسة ولا للجان، ولا يجب أن يكون هناك نص في النظام الداخلي للمجلس
يحدد مدة الرئاسة، ويحدد حتى رئيس الولايات المتحدة عند مدة محددة عندما يصلها يخرج، وهو زي ما يقول مثل ليبيا عين تضحك وعين تبكي. احنا في ليبيا اللي يمسك الكرسي ما عادش بسيبة، وهذه طبعا إشكالية كبيرة مؤثرة على مجلس النواب وعلى غيرها من المؤسسات. نعم. إذا هل يمكن أن نشهد في الفترة القادمة تغير أو تغيرات جذرية داخل مجلس النواب؟ هناك مناورات في هذا الصدد، وهناك محاولات، ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية بحيث نصل إلى وضع أفضل لمجلس النواب وللدولة بشكل عام إن شاء الله. السيد أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. صرح عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعيد مغيب لوسائل إعلامية اختطاف عضو المجلس عن المدينة جبريل وحيدة، مشيرا إلى أن التفاوض مع الجهة الخاطفة لا يزال مستمرا بعد معرفتها، مرجحا إطلاق سراحه الأربعاء. وكان جبريل قد اختطف على يد مجموعة مسلحة مساء الاثنين من أمام مقر إقامته في مدينة طبرق. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق أن المجلس يرحب بزيارة أي ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة لليبيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتأشيرات والهجرة. وأضاف معتيق أن حكومة الوفاق الوطني تركز بصورة أعمق على من سيكون شريكا لها في مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة في البلاد. وتأتي تصريحات معتيق كرد على مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة وتقييد إجراءات دخول لمواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة من بينهم ليبيا. أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أن الإدارة الأمريكية ستضطر لإعادة النظر في الإجراءات التي تقيد دخول مواطني 7 دول من بينها ليبيا إلى الأراضي الأمريكية. واعتبر سيالة أن تلك الإجراءات تمثل تفرقة عنصرية على أساس الدين وتتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية والدستور الأمريكي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إحصائية عن أفضل تحصيل علمي في كافة المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة. الصحيفة أوضحت أن أفضل تحصيل علمي هم المسلمون من دول إيران وليبيا وسوريا والعراق مقارنة بباقي السكان بالولايات المتحدة. وتأتي إحصائية الصحيفة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح التأشيرة الأمريكية ل7 دول من بينها ليبيا. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتشكيل لجنة تسليم وزارة العدل إلى وكيل الوزارة المفوض عبد الرحمن بوبريغ المكونة من رئيس و7 أعضاء. ونص القرار على جرد وحصر وتسليم مكتب وزير الحكومة السابقة، إضافة إلى جرد وتسليم مكاتب الوكلاء وحصر العقارات المخصصة للوزارة وفق القرار. أعلن المكتب الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوصة الثلاثاء أن قواته تواصل عمليات التمشيط الواسعة في الأودية وشعاب جنوب مدينة سرت. وأكد المكتب الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك العثور على 20 صاروخ طيران خلال عملية تمشيط منطقة وادي كمكوم جنوب المدينة. يشار إلى أن البنتاغون أعلن في 19 يناير المنصرم استهداف مواقع لعناصر تنظيم الدولة جنوب سرت أسفرت عن مقتل 80. عدة أحداث ميدانية شهدتها ليبيا خلال شهر يناير من العام 2017، أحداث توالت على إثرها ردود فعل محلية وإقليمية ودولية نتيجة تأثيرها المباشر على المشهد الليبي بصفة خاصة والدولي بصفة عامة. نتابع أبرز هذه الأحداث. We'll be right back.
أعلن الاتحاد الأوروبي بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبي في سياق عملياته البحرية صوفيا لمكافحة مهربي المهاجرين قبالة سواحل ليبيا. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد قيام الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية صوفيا في أواخر عام 2016 التي تهدف إلى تعطيل أعمال مهربي ومتاجري البشر وإنقاذ الأرواح في جنوب ووسط البحر المتوسط والمساهمة في تدريب القوات الليبية، أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة الخارجية فيدريكا موغريني بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبي في سياق عملياته البحرية صوفيا، والتي انطلقت يوم الاثنين بتدريب دفعة جديدة من 20 عنصرا من خفر السواحل الليبي بمركز التدريب في جزيرة كريت اليونانية. وأورد البيان أنه سيتم تدريب خفر السواحل على مختلف المجالات التي تمس عملهم، ذاكرا حقوق الإنسان والحقوق البحرية والمساواة في التعامل مع الرجال والنساء، إضافة إلى تقنيات عمليات البحث والإنقاذ في البحر. وستستمر المرحلة الثانية من التدريب طوال عام 2017، وستجري في مواقع مختلفة من البحر المتوسط. يشار أن المفوضية الأوروبية عرضت سابقا سلسلة تدابير للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر السواحل الليبية، والبالغ نسبتهم 90% من المهاجرين حسب تقرير المفوضية، ومن بينها زيادة الدعم لخفر السواحل الليبي وتعزيز قدراته الفنية والتقنية. أعلن المجلس البلدي بقصر بن غاشير الثلاثاء تعليق الدراسة وتعليق عمل الجهات الإدارية داخل محيط المدينة إلى حين إشعار آخر. كما أكد بلدي بن غاشير خلال بيان له أن هذا الإعلان بسبب ما وصفها بالأحداث المؤسفة، مشيرا لوقوع اشتباكات مسلحة تسببت في سقوط قتلى وجرحى. هذا وأكد بلدي بن غاشير أنه أقام اجتماعا طارئا ضم عميد بلدية قصر بن غاشير مع بعض الجهات الأمنية وبعض مشايخ وأعيان المدينة. هذه النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل. كاميرا ليبيا بانوراما ترصد معاناة منطقة زاوية المحجوب بمصراتة في ظل تأخر استكمال مشاريع البنية التحتية. في ظل حلم جديد.
عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشب. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالح، أن نتسامح، أن ننهو بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، خوت الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. أهلا بكم من جديد. طلب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصورة السلطات المالطية بالمزيد من التعاون لإيقاف تهريب ما وصفها بمافيا مالطية للنفط الليبي. وكشف الصور وفق صحيفة تايمز أوف مالطا عن إجراء تحقيقات واسعة النطاق من أجل وقف تهريب منتجات النفط خاصة البنزين والديزل من الموانئ الليبية، مؤكدا إصدار أوامر اعتقال بحق عدد من المديرين التنفيذيين في قطاع النفط الليبي للاشتباه في تورطهم في عمليات التهريب. فند مصرف ليبيا المركزي الأخبار المتداولة عن توقيع القبول بالمعالجات الاقتصادية المقدمة من قبل ديوان المحاسبة ضمن اجتماع ضم محافظ المصرف الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالإضافة للنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق. وناشد المركزي وسائل الإعلام عدم نقل أي أخبار تخص المصرف إلا عبر مكتبه الإعلامي وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض أبراج الضغط العالي بمنطقة الرقيبة بأباري لعمليات تخريب وسرقة خطوط نقل الجهد العالي بالمنطقة الجنوبية التابعة لدوائر النقل سبها والفجيج. وأشارت الشركة في بيان الثلاثاء إلى أن عمليات التخريب التي طالت 9 أبراج في الدائرتين 1 و2 سيترتب عليها حالة إظلام تام على مناطق الفجيج وأباري وصولا إلى مدينة غات. ناقش عميد وأعضاء المجلس البلدي سيرت مع المسؤولين بالقطاعات الخدمية بالمدينة الترتيبات لعودة الأهالي. وحمل المجتمعون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية عما تعانيه المدينة من سوء في الظروف الإنسانية والخدمية. ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس البلدي مع القطاعات الخدمية بالمدينة منذ استلام مهامه بشكل رسمي. تعاني منطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة من تبعات تأخر استكمال مشروع البنية التحتية الذي تنفذه شركة محاصة أشغال مصراتة شكروفا تركيا ولم يستكمل منذ سنوات. التقرير التالي يسرد لكم التفاصيل، نتابع. ليست بحيرة إنما هو الحال عندما تهطل الأمطار، مشهد من فيلم المعاناة الذي تعيشه منطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة منذ سنوات، ومشاهد أخرى لأطفال المدارس الذين أجبرتهم الأمطار والبنية التحتية على ارتداء أحذية تكاد تكون موحدة مع الزي الموحد الذي تفرضه المدرسة. بابا شرع لي جنبالي عشان ما نتربصش دبشي، شرع لي واتي عشان ما نتربصش دبشي نمشي فيه بالزبط. المدارس بشكل خاص هي أكثر الأماكن التي يعاني منها المعلمون والأهالي على حد سواء، فوضع البنية التحتية عند هطول المطر يسبب غياب الطلاب أو تأخرهم لصعوبة الوصول إلى المدارس أحيانا، وخصوصا بالنسبة للطلاب الذين يأتون بلا سيارات. كل سنة الغدران ونشوفه حتى في البيارات ما يشغلش، والأولياء المور يجيبوا أصغارهم، ما فيش إلا هالمنطقة دي اللي قدام المدرسة حاجة بسيطة جدا. قعدنا اضطرينا نفتح باب المدرسة ويدور السيارات داخل في المدرسة باش يحطوا الولي أمر يحط ابنه في المنطقة الكويسة والنظيفة للمدرسة. مشروع البنية التحتية الذي بدأ عام 2010 هو ما أوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم نتيجة تأخر استكماله لظروف أبرزها الأوضاع المالية للدولة التي دفعت الشركة المسؤولة إلى تقليص عدد عمالها لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم لأنها لم تحصل على مستحقاتها.
رغم أن المشروع وصلت نسبة الإنجاز في بعض أجزائه إلى نحو 90%. الشركة إذا استمر الوضع زي ما هو عليه احتمال أنها توقف بشكل نهائي. مشاكل المشروع اللي هو عدم صرف مستحقات الشركة اللي وصلت إلى 38 مليون، كذلك عدم اعتماد الأمر التعديلي اللي هو ملحق العقد اللي يكمل العقد يشكون بشكل كامل شامل طرق ومرافق وبريد وكهرباء، هذا متأخر قاعد لعند الآن. وغير بعيد عن زاوية المحجوب، فإن غالبية مناطق مصراتة تعاني من تهالك البنية التحتية الذي يظهر جليا عند هطول المطر، إذ يشكل أزمة لا تستطيع الجهات المسؤولة في المدينة التعامل معها رغم جهودها الواضحة. إبراهيم العبدلي، ليبيا بانوراما، مصراتة. استحدث المصرف التجاري الوطني غاد آلية جديدة تسمى مندوبي الحي لتخفيف العبء على المواطنين المرضى الذين لا يستطيعون الوقوف والانتظار في المصارف المزدحمة لسحب مرتباتهم. أصبحت أزمة نقص السيولة المالية في المصارف التجارية كابوسا يؤرق كل مواطن يحمل حسابا مصرفيا. لعل أكثر الشرائح تضرراً هي شريحة المرضى. من أجل ذلك استحدث المصرف التجاري غاد خدمات جديدة للتغلب على هذه الأزمة. ونشكر المصرف التجاري اللي مساعد علينا برنامج مندوبين. وطبعاً زي ما تعرفوا إن المريض كلا ما يقدرش يخش لزحمة المصرف، وطبعاً هم سهلوا علينا برنامج مندوبين وكون أنا مندوب متاحهم، وإن شاء الله نتموا لهم معاملاتهم في المصرف وبدون أي ما يخشوا أي زحمة إن شاء الله. نظام المندوبين الجديد يقضي بتفويض أصحاب الحسابات المصرفية من مرضى الكلى مندوبين عنهم للقيام بالإجراءات المصرفية كالسحب والإيداع في بادرة لتخفيف العبء على هذه الشريحة. والموظفين بارك الله فيهم يعني، وكيف ما انت شايف توا الموظفين كلهم على قدم وساق يعني ما شاء الله، وقائمين بجهد جبار، واحيانا يعني لساعات متاخره احيانا حتى في الليل يعني يخدموا لما تكون موجوده السيوله في سبيل انه يدللوا الصعاب على المواطن الغلبان لكي يتصل له يعني سيولته بسهوله ويسر من غير زحمه من غير معاناه من غير يعني المشاكل اللي حاصله توا في المصارف. تطبيقا لهذه الآلية الجديدة سوف يوزع تجاري غات مبلغ 2 مليون دينار ليبي نقدا على عملاء الفرع بحسب النظام المعتمد، وبقيمة لا تتجاوز 300 دينار لكل زبون. نهاية الثالثة وإلى عناوينها. بعيرة يحذر من فشل مجلس النواب نتيجة تكرار تعذر عقد الجلسات ويتوقع احتمال تعليق نواب الغرب عضوياتهم. معتيغ يرحب بزيارة أي ممثلين من الولايات المتحدة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتأشيرات والهجرة. غرفة عمليات البنيان المرصوص تعثر على 20 صاروخ طيران خلال عملية تمشيط لمناطق جنوب سرت. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.